صباح الخير واهلا بكم متابعينا في كل مكان واولى تغطياتنا مع حضراتكم. تقدمها لكم جرمين شلبي. هيا نحن هنبدا بموضوع هام جدا، ماراثون الثانويه العامه وتصريحات هامه من دكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم بشان امتحانات الثانويه العامه، الشاغل الاكبر لاولياء الامور والطلاب في هذه الفتره، وهي الشاغل الاكبر لعدد كبير من المواطنين خلال الفتره الحاليه. بدايه دكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم قال ان اي اخطاء هيتم رصدها في مجلدات المفاهيم للثانويه العامه بعد الطباعه سوف يتم تصحيحها على ان توزع اوراق مصححه اثناء الامتحان في اللجنه الامتحانيه. ووضح ان الطالب لا يختار نموذج الإجابة وهذا عمل المشرفين في اللجنة، والفكرة في هذا الأمر هو التغيير المستمر وليس نموذج معين لكل طالب، وهذا الموضوع ليس من شأن الطلاب ولكن من عمل الوزارة فقط. أيضا صرح دكتور طارق شوقي ورد على تساؤلات عدد كبير من أولياء الأمور حول إمكانية إجابة الطالب عن الأسئلة في ورقة أو كراسة الأسئلة ثم يقوم بنقل الإجابات في البابل شيت. قال دكتور طارق شوقي هذا جائز وممكن، ولكن يعني ورقة الأسئلة يتم تسليمها في نهاية الامتحان، وأرجو أن نتوقف عن مثل هذه الأسئلة اللانهائية من أولياء الأمور، وأن الطلاب لا يحتاجون إلى مثل هذا الجدل من أولياء الأمور. ده كان رد دكتور طارق شوقي وإجابته على سؤال أولياء الأمور بشأن هذا الأمر، هو إمكانية الإجابة في ورقة الأسئلة ثم نقل الإجابة في البابل شيت. أيضا أكدت وزارة التربية والتعليم أن هناك مراحل تمر بها أسئلة امتحانات الثانوية العامة، وأوضحت أن الأسئلة تم وضعها من بنوك الأسئلة، حيث أن الأسئلة لها معايير بتتعلق بزمن الامتحان، الدرجة المخصصة لكل سؤال، والمستويات المعرفية لقياس نواتج التعلم في المواد الدراسية المختلفة، أيضا الوزن النسبي وأنواع الأسئلة ونوعيتها وطريقة إجابة الطالب عليها وهو اختيار الإجابة. في هذا الأمر أشارت الوزارة إلى أن لكل سؤال 4 بدائل، ولابد أن يكون واحدا من هذه البدائل صحيحا، والباقي بيكون يعني لقياس مستوى الطالب، تركيزه وفهمه وإجابته بدقة وتأني، وليس التسرع في اختيار الإجابات، وأنه بعد اختيار الأسئلة من البنك هيتم مراجعتها من قبل اللجان المسؤولة عن وضع الأسئلة. أيضا وجهت الوزارة لطلاب الثانوية العامة نصائح مهمة للتعامل مع الأسئلة. من ضمن هذه النصائح أوضحت الوزارة أنه يجب على الطالب أن يتأكد من فهم المحتوى وتكون لديه ثقة بنفسه وبقدراته وإمكانياته، وأن يتجنب القلق ويكون هادئا ومطمئنا. وقالت أن الامتحانات بسيطة وبتحتاج فقط إلى فهم المحتوى لأنها اختيار للإجابات الصحيحة وليس إنتاج للإجابة. أيضا الوزارة تسعى من الاختبارات إلى قياس ما تعلمه الطالب والتأكد من أنه حقق نواتج التعلم المطلوبة، وهذا ما يقوم عليه النظام الجديد وليس يقوم على الحفظ والتلقين كما تعودنا خلال الأعوام الماضية. قالت الوزارة أيضا أنه يجب التركيز أثناء المراجعة على فهم المعلومة وكيفية تطبيقها، وعلى الطالب أن ينتبه بأن الأسئلة تعتمد على الفهم والتطبيق والتحليل، ولا يجب الاعتماد على أن المسائل ستكون مثل التي في الكتاب المدرسي أو أنها تأتي بالنص، وأن الأسئلة تقيس المستويات المختلفة للطلاب وتأتي من المنهج الدراسي. أيضا يعني ليس بالضرورة أن تكون نصا من كتاب المدرسة كما أوضحت منذ قليل، لكن بيلتزم وضع الأسئلة بأن تكون الامتحانات من المنهج والمقرر الدراسي، وأنه انتهى عصر أن تكون الأسئلة بالنص من الكتاب أو المقرر، ولكن الأسلوب الخاص بالأسئلة الجديد بيعتمد على تحصيل الطالب وفهمي وإدراكي للمحتوى والمنهج والقدرات الذهنية أيضا والذاتية في التعلم. أيضا أسئلة امتحانات الثانوية العامة حاليا في مراحلها الأخيرة، هذا من ناحية التظريف، وضع الامتحانات في الأظرف الخاصة بها ووضعها في صناديق حديدية بعد الانتهاء من طباعتها استعدادا للامتحانات التي تنطلق يوم 20 يونيو الجاري في المواد الدراسية غير المضافة للمجموع. أما المواد الدراسية والأساسية المضافة للمجموع هتبدأ في 26 من هذا الشهر. وعن كيفية التعامل مع البابل شيت قالت الوزارة أنه بيجب على الطالب قراءة التعليمات الخاصة بالامتحان بعناية ويستبدل ورقة الإجابة إذا كانت تالفة، وأن يقوم بملء بياناته بشكل صحيح، وعند اختيار الإجابة الصحيحة
لابد أن يقوم بتظليل الدائرة بشكل كامل داخل الإطار، ويتأكد من تطابق رقم السؤال مع ورقة الأسئلة، ويتأكد أيضا من عدم الكتابة بالقلم الرصاص، وأن تكون الكتابة بالقلم الجاف الأزرق، ولا يجوز استخدام مزيل الكتابة وزي ما بنقول عليه الكوريكتور. وأوضحت أنه إذا أراد الطالب تغيير الإجابة فبيقوم بوضع علامة إكس على الدائرة الخطأ أو علامة خطأ على الدائرة الخطأ، ثم يظلل الدائرة الأخرى. أمرهم أيضا شددت عليه الوزارة وتعلق بي قلنا تغيير الإجابة، إذا تم الشطب بأي طريقة أخرى على الإجابة لن تحتسب الدرجة، ولا يصح اختيار أكثر من إجابة واحدة، ولا يجوز الكتابة على مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة مطلقا. بالنسبة لمجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة، ما مصرها بعد انتهاء الامتحانات؟ بتعود في النهاية إلى المدرسة لإمكانية استخدامها في الأعوام التالية. أيضا موضوع آخر بيتعلق بالامتحانات، إحنا نتكلم أيضا اليوم عن امتحانات الدبلومات الفنية. الحقيقة إنه اليوم تداولت جروبات الغش الإلكتروني أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية، هذا بعد بدء لجنة الامتحانات. وأكدت وزارة التربية والتعليم أن غرفة العمليات تحقق في صور الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب الذين قاموا بتصوير الأسئلة حال تطابق الأسئلة المتداولة مع الامتحان الأصلي. ويواصل طلاب الدبلومات الفنية أداء الامتحانات التحريرية في المواد الدراسية المختلفة حسب الشعب والتخصصات. وحذرت الوزارة الطلاب من الغش أو تصوير الأسئلة والإجابات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات الغش الإلكتروني، وشددت أنه هيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال وقائع الغش، بالتأكيد هذا في نهاية الأمر لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ومنع الغش بين الطلاب. الحقيقة دي كانت أهم التصريحات دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن امتحانات الثانوية العامة، وزي ما قلنا أنها تبدأ يوم 20 يونيو من هذا الشهر، 20 يونيو في المواد الدراسية غير المضافة للمجموع، وهي 26 عفوا يونيو للمواد الدراسية الأساسية. ويعني كانت هذه هي إجابة دكتور طارق شوقي على أولياء الأمور وأهم تصريحاته. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة، وبالتأكيد هيكون لنا مع حضراتكم تغطيات عديدة على مدار اليوم. إلى اللقاء.